يقول وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. طرائق جمع الطريقة، يعني مثل ما البشر كل من فات بطريقة، الجن هم قسم منهم هذا بطريقة وهذا بطريقة. طرائق قددا، قددا يعني مختلفة. الآن بالبرلمان العراقي كم كتلة عندنا؟ كم كتلة عندنا؟ أنتوا حسبوا، ما أرد أسميهم. ها، كل مجموعة عندهم طريقة خاصة وعندهم زعيم خاص، وعلى الأكثر دول مو يم الوطن ولا يم خدمة العراق، كل جماعة منهم يردون يخدمون حزبهم، طريقتهم هم، رئيس مالهم مو يم. يعني العراق صاير ضحية لأهواء هؤلاء. الجن هم كذلك عندهم طرائق قددة، ولذلك ورد في التفسير أن فيهم الجبرية وفيهم القدرية وفيهم مذاهب مختلفة. طرائق قددة يعني مذاهب مختلفة، جماعة مذهب فلان، جماعة مذهب فلان، جماعة مذهب فلان. نعم.